مجلس البلد اليوم يوافق على توسعة مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، ونبارك لأهل الكويت بهذه التوسعة، ونشكر المجلس البلدي والتعاون ما بين الرعاية السكنية والمجلس البلدي على هذا على هذا الإنجاز. عطنا التقرير. الحمد لله، تمت الموافقة على مشروع جنوب سعد العبدالله، وكان هناك توزعة بما يقدر 5.5 كيلو في الجهة الغربية، وهذه هدية المجلس البلدي للأخوة المواطنين منتظرين الرعاية السكنية، وهذا كان تعويض جزاهم الله خير. نفط الكويت وافقونا على تقريبا 5 كيلو، وهذا تعويض عن المعوقات اللي كانت في بداية المشروع اللي هي في التيلات الكهربائية والمياه الجوفية وسكراب التواير والإطارات. والحمد لله كان في توافق من الأخوة أعضاء مجلس البلدي، الزملاء ما قصروا كلهم، وهذه نزفها إن شاء الله للمواطنين ونقول الخير جايكم، وعسى الله إن شاء الله يوفقكم. وحنا دائما 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 تحت الأمر بالقضية الإسكانية وما نتأخر فيها، ودائما من أولويات المجلس البلدي. وكل الشكر للأخوة الزملاء، وكل الشكر للأخوة في الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت على أتم التعاون وما قصرتم، وشكرا للجميع. شكرا.